امجد تقعد انت جنب مهند؟ ايه يلا الى موقعي. اوكي متى يوصل يوم الايام ضيفكم قاعد عند هنا على شكرا شكرا كابتن فريد. طبعا سمعنا عمين نتكلم على مهرجان قطنا بشتم. اول صحيح. حاجه انا لازم اسالك على الاسم. اكيد الاسم اختيار الاسم مين حضرتك اللي اخترته؟ اكيد اكيد. طب كلمنا الاول على اختيار الاسم. احنا في العراق تعرفين مثل مصر عندنا حضاره تقريبا 7000 سنه وهذه الحضاره ممتده من السومريين الاكاديين الى البابليين الاشوريين، يعني حضاره ممتده وطويله. اهم ملحمه فيها هي ملحمه جلجامش. الاغريق عندهم ملحمه الإلياده اللي كتبها هوميروس. احنا ملحمه جلجامش اللي كتبوها السومريين قبل تقريبا 5000 سنه او اكثر قبل الميلاد. هذه الملحمه هي عن حاكم اسمه جلجامش لمملكه سومر، هو طبعا خامس ملك في هذه المملكه. تتحدث عن رحلته في بحث عن الخلود. احنا بشكل مبسط كل البشر يبحثون عن الخلود، فلهذا هو سبب من اسباب تكاثر البشر والزواج هو الخلود. صحيح. احنا نبحث عن الخلود عن طريق الزواج، عن طريق عمل انجاز او ابداع او اختراع مثل ما تفضلتي، عن طريق النجاح في المجال الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي، ترك بصمه ليجاسي اللي هو الارث. هو هذا نوع من انواع الخلود. جلجامش في رحلته بحث عن الخلود، كان يبحث عن عشبه، هذه العشبه راح تعطيه اكسير الحياه وبالتالي يكون هو خالد مدى الحياه. رغم انه هو امه الهه وابوه انسان، لكن ما قدر يحصل على الخلود باعتبار انه الخلود هي فقط للالهه ضمن يعني معايير الملحمه. بعدها وجد هذا الشخص اللي هو أوتنا بشتم اسمه. أوتنا بشتم طبعا هو معادل لنوح عليه السلام في الأديان. نوح هو إنسان لكن مع ذلك الآلهة انطته صفة الخلود ضمن ملحمة جلجامش باعتبار أنه هو أنقذ البشرية في الطوفان العظيم، فلهذا هو استحق صفة الخلود. من هذا أنا جت الفكرة باعتبار أنا أحب ملحمة جلجامش جدا وقرأت عنها كثير يعني، فجيت بفكرة لأنه الإنسان اليوم لما يبدع يحصل على صفة الخلود. مثلا اليوم نيوتن، أينشتاين، الحسن بن الهيثم، الرازي ابن النفيس، هؤلاء كلهم خالدين. صح. خالدين بأعمالهم. صحيح. خالدين بإبداعاتهم، خالدين بأنه أفادوا البشرية. فقلت أنه المبدع اليوم اكتسب صفة الخلود، فلهذا جيت بفكرة أوتنا بشتم، مهرجان أوتنا بشتم الدولي للإبداع، وهي هذه نسخته الأولى. والحقيقة هو أول مهرجان إبداع دولي في العراق على الإطلاق، هو ريد كاربت طبعا بحضور تقريبا 40 شخصية دولية إضافة إلى 230 شخصية عراقية كلهم نجوم. اللي الجميل في الأمر أنه اللي إجوا للعراق هم أول مرة يجون من فترة كلش طويلة، مثل السيدة منى واصف تقريبا آخر مرة إجت للعراق أو لبغداد تحديدا. نعم. سنة 1978 يعني سنة ولادتي. محمد المنصور بعد ذلك. محمد المنصور من الكويت. عبيد إبراهيم بوملحة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بل كان مكرم أيضا. يعني عندنا زاهي وهبة من لبنان، عندنا أحمد بدير من مصر، يعني شخصيات كثيرة جدا. نعم. وآثرت أيضا أنه ما يكون المهرجان تخصصي، تعرفون أغلب المهرجانات في بلداننا العربية أنه هي متخصصة، مثلا مهرجان سينمائي، مهرجان مسرح وما إلى ذلك. أنا لا، قلت أنه الإبداع هو العنوان الأشمل. صح. أنه أنت، أنا كرمت المنتخب الوطني العراقي في سنة 2007 اللي أخذ كأس آسيا، كرمت عالم رياضيات مهم جدا حل معادلة برنولي بعد 300 سنة من العلماء ما قدروا يحلوها، كرمت أيضا شاعر، تم تكريم ممثل، مغني وما إلى ذلك، يعني جميع التخصصات. أنا هذا سؤالي كابتن فريد، أنه ما شاء الله الأسماء اللي عم نسمعها كلها أسماء عظماء ونجوم، على أي أساس تم التكريم؟ على أي أساس تم اختيار هاي الأشخاص؟ لا، أنا حتى حافظ على الشفافية وحتى يبقى المهرجان يعني بكريديتابيليتي، يعني صح.
أضمن أنه الشفافية. صحيح أنا رئيس ومؤسس، بس أنا ما لي دخل بالترشيح أو اختيار المرشحين. في لجنة خاصة. في لجنة، واللجنة أيضا أسماء جدا كبيرة، اللي هو يرأسها البروفيسور رعد اللي هو عميد كلية الفنون في جامعة بغداد، أيضا عضوية الدكتورة شذا سالم الممثلة العراقية المشهورة، والمطرب الكبير حسين نعمة. هؤلاء الثلاثة تم تقديم مرشحين لهم، هم بعد دراسة سير المرشحين تم تكريم تقريبا 12 مكرم خلال هذه الدورة. جميل جدا يعني أنه نشوف مهرجانات خلقت مساحة الإبداع، ما حطت قيود ولا مطبات يعني، ولكن خليني أدخل معاك للأبعاد اللي تسعى لها هكذا مهرجانات، بمهرجان مفتوح بدون تخصص، ما هي الرسالة؟ وين نهاية الطريق أو شو المراد من الناتج بعد المهرجان؟ يعني هي عدة أهداف أكيد، يعني أهمها إلى أنه مثل ما تفضلت آنسة منا على أنه إحنا يجب أن نكرم المبدع، يجب أنه نقول له إحنا شكرا. المبدع اليوم لما ينجز هو يريد فقط هذه الكلمة، ما يريد شيء ثاني يعني. صح. اليوم حتى شيء بشيء يذكر، لما اليوم أي سيدة تطبخ أكل طيب ويجي طبعا الرجل يلتهمه ويروح يعني، هذا شيء مؤلم بالنسبة، هذا شيء مؤلم جدا جدا يعني هي كل اللي تريده يقول لها مثلا عاشت ايدك بالضبط، يعني اشكرك على هذا الطعام. الانسان لما يقوم بجهد يحتاج الى كلمه اكثر مما يحتاج الى العائد المادي او غير شيء. اليوم حتى انت لما تروح تشتري من مكان تقول له بالاخير شكرا، كلمه شكرا مهمه جدا للمبدع، هذا حتخلي المبدع يستمر في عمليه الابداع، راح تحسسه انه هو مو وحيد، انه عمله محل تقدير. هذه النقطه. النقطه الثانيه راح تحفز الشباب على الابداع. انت اليوم كشاب او شابه تشوف المبدع يكرم وفي الاعلام ويحتفى به ويمشوه على الريد كاربت، اكيد راح يصنع حافز عند الشاب او الشابه على انه هم ايضا يكونون مبدعين، وبالتالي الابداع ما راح ينقطع في المنطقه. اكيد واحده من الاسباب المهمه الى انه احنا نريد الروج الى بغداد والى العراق، على انه هو بلد امن، الى انه احنا محتاجين الى عوده الحياه، محتاجين الى اشقائنا العرب انه يوقفون معانا. دي نقطه مهمه جدا كابتن فريد، انه هو المهرجان ده بيأثر كمان ونتيجته الجميله هو تنشيط السياحه في بغداد الجميله، بلدنا. صحيح. الحلوه اللي فيها. صحيح. كل حاجه جميله، والناس. صحيح. تاني ترجع تتوافد وتروح على بغداد بكثره كبيره جدا، نوار بلد. صحيح. اكتر من رائعه الصراحه. ومعروفين العراقيين بعد بالفن والابداع من زمن كبير. بالزبط. فنوع من هالمهرجانات حلو انه يعزز هذا الشيء ويذكر الناس ان العراق ترى موجوده والعراق ترى فيها فنانين وفيها. صحيح. ابداع وفيها. صحيح. تكريم. صحيح. لا هو بحاجه الى اشقاء العرب، يعني هو اليوم الانسان لما يكون عنده مشكله يعني دائما من محتاج الى اخوانه انه يوقفون معه. احنا اليوم الحمد لله المشاكل انتهت في العراق، فاليوم زياره العرب انه هو فخر لنا واكيد يشرفونا واحنا سعيدين بهم. اليوم احمد بدياري يعني ومنى واصف واستاذ عبيد يعني حقيقه كانوا اضافه، استاذ محمد المنصور وشام الديوان، اسماء كثيره ما تحضرني كلها، كانوا يعني فرحين جدا واحنا ايضا فرحين في استقبال. يعني استاذ عبيد احنا انا وياه شخصيا لانه تربطنا علاقه صداقه، يعني طلعنا انا وياه بالقارب الصغير في نهر دجله وتجولنا في شارع المتنبي ورحنا الى المتحف البغدادي، حتى لبسنا ملابس عربيه واخذنا صور، يعني كانت جوله جميله جدا وهو استمتع جدا، وخاصه استاذ عبيد مثقف جدا من الطراز الاول، يعني كان يحب جدا أن يزور شارع المتنبي باعتباره شارع الثقافة وشارع الكتب
ويعني كان جدا سعيد في هذه الزيارة. بندور عليها كابتن فريد، ده الهدف من مهرجان الحقيقي، ده الهدف الحقيقي اللي المفروض يتعمل اصلا عشانه مهرجان، ما يتعملش مهرجان بس عشان خاطر اجيب بعض شخصيات يعني ضعيفة المستوى وبس اتشهر. لا، انا تشوف هدفك كان اكبر كمان. مهرجان انت بتروج للعراق، بتساعد على تنشيط السياحة، بس ده لا يمنعني ان انا اسالك سؤال مهم جدا في المهرجان. الجائزه عباره عن ايه؟ عشان انا ابدع ونورت ابدع وكلنا نتحمس ونجي لك السنه الجايه ان شاء الله. طبعا الجائزه انا اثرت على انه هي تكون مو اقل من الجوائز العالميه. اولا هي تقريبا 4.5 كيلوغرام من البرونز النيجيري الخالص. يعني هي جدا ثمينه يعني. واو. جدا يعني. وأربعة ونص كيلوغرام، فلهذا يعني حتى السيدة منى وصف أنا أوجه لها التحية، يعني كنت أنا معها حتى أقدر أحمل لها التروفي لأنه جدا ثقيلة يعني. حتى شيء بشيء يذكر أستاذ أحمد الدير أوجه لها التحية، في كلمته قال أنه أنا رجعت هسه عمري 20 سنة، فبعدين لما مسك التروفي قال انا قلت 20 سنه بس مو لهالدرجه يعني. فطبعا التروفي اولا هو مهم انه يكون بمستوى يليق بالمكرمين. صحيح. وان يكون بشكل ثمين وجميل، اضافه الى انه اللي عمله هو النحات المشهور دولي اسمه محمد ابو عزيزه، سواه هو تمثيل لشخصيه اوتنا بشتم، اكيد ممثلا لشخصية أوتنا بشتم، يحيط الماء يعني هو طالع من الطوفان اللي هي دي. أنا محاول بالضبط اللي هي دي يا جماعة الشعلة دي، صورة التروفي اللي كان بيستلموه المكرمين في مهرجان أوتنا بشتم ببغداد. طبعا حضرتك جبت لنا الكتيب ده ومجلة المهرجان، شيء عظيم. بصي نور كابتن اوكي كابتن فريد، بدي اعرف بس مين اللي تكرموا قد ايه عددهم؟ اللي تكرموا 12 جائزه. اللي تكرموا احنا طبعا ما راح نلتزم بالعدد، يعني ممكن السنه القادمه يكونون اقل او اكثر. احنا اللي يهمنا هو ان يكون مبدع يعني. اوكي. اللي تكرموا هم السيده منى واصف، الاستاذ احمد بدير، الاستاذ زاهي وهبه من لبنان الشاعر الكبير، طبعا عندنا المنتخب الوطني العراقي سنة 2007 اللي أخذ كأس آسيا، أيضا الفنان ستار سعد اللي حصل على The Voice. صوته جميل ستار. إحنا يعني المنتخب وأستاذ ستار أكو كراتيريا عشان نختارهم، من ضمنها أنه المنتخب فاز في عز يعني في ذروة الحرب الطائفية. صحيح. اللي كانت في العراق، فهم غيروا المود العراقي، غيروا المزاج العراقي. صحيح. من الطائفية إلى التوحد، فوحدوا الشعب العراقي. والدخول إلى الوطنية يعني والاحتفاظ بالهوية العراقية. بالضبط. يعني كابتن فريد أكيد هناك كثير من الرسائل كانت موجودة وملموسة بالمهرجان، وحديثك لا يمل وشرفتنا في صباح الخير يا وطن، ونتمنى نشوفك بلقاءات أخرى. أكيد. زملائي نطلع بريك ورجعين يلا نشرف.